يطلب بان 80% تاع الناس تيتوجهوا للاقسام تاع المستاجرات وما يمكن يمشيو لاقسام اخرى. وهذا راجع لك لا ريغولاسيون ميديكال اللي هضرت عليها في الاول، كيفاش كومون ريغولاج. اليوم تنقدموا وراء المجلس حول تحسين تاع المنظومه تاع المستعجلات الطبيه، واحد الموضوع جد مهم. علاش؟ حتى نهضروا على حمايه وانقاذ الحياه البشريه. ثانيا هاد المستعجلات الطبيه هي جزء من المنظومه الصحيه اللي خصنا، والعرض الصحي اللي خصنا نطوروا باش نواكبوا ذاك الورش نتاع التغطيه نتاع تعميم التغطيه الصحي الطبيه. ثالثا اللي بغينا نستقطبوا استثمارات خارجيه ونزيدوا في عدد تاع السياح اللي تيجيو للمغرب، وننظموا واحد التظاهرات دوليه بحال لا كوب دي موند 2030. خصنا تكون عندنا واحد المنظومه نتاع المستعجلات اللي قويه. منين تنشوفوا واقع الحال تنجبروا بان الوضعيه مقلقه. هادشي اللي قالوا لنا المرضى والاسر ديالهم عن طريق المشاركه في تك وشاركوا المنصه الرقميه نتاعنا نتاع المشاركه المواطنه، قالوها لنا الاطباء، قالوها لنا السلطات العموميه في جلسات الانصات اللي تنقوموا معاهم. ملي تنشوفوا الاختلالات كاين واحد الخلل الاول فيما يخص التنظيم نتاع العمليه نتاع الانقاذ سيتياسيون دورجونس، سنعيطوا لها لا ريغولاسيون ميديكال. سيدي فاش يوقع لك شي مشكل، اما في المنزل ديالك وقع لك شي كريز، ولا في واحد الفضاء عمومي، ولا وقعت واحد الحادثه تسير الله يستر، شكون المتدخل؟ لما انت تعيط اليوم تنجبروا بان كاين عده متدخلين، كاين لو سامي، كاين الوقايه المدنيه، كاين القطاع العام، كاين القطاع الخاص، المستشفيات، حتى الجماعات المحليه عندها واحد السيارات نتاع الاسعاف ديالها. ملي تبغي تعيط النماري شكون اللي منع تعيط؟ كاين لو 141، كاين لو 15، كاين النماري اخرين الى اخره اللي تيعملوهم المستشفيات ولا مصحات القطاع الخاص. فين تيديوك؟ واش الحاله ديالك تتستجب باش تمشي للمستعجلات؟ نقول لكم بان الجواب في هذه القضيه لا. راه قالها السي اي الطلب 80% نتاع الناس يتوجهوا للمستعجلات ما يمكنهمش يمشيو للمستعجلات. شي وقع تبقى الاقتضاض، وهذاك اللي تحتاج ذاك الاستعجال ما يمكنلوش يتوفر له. فلهذا انا نرجع للتوصيات كيفاش يمكننا نحلوا هذا المشكل. هذا المشكل الثاني ولا الخلل الثاني يجبروا تتوقع حادثه سير. حادثه سير كاين واحد التدخل حصري نتاع الوقايه المدنيه. منين جاي هذا التدخل الحصري؟ واحد المنشور الوزاري نتاع 1956. يمكن تعين، وهنا تيعطيهم الارقام نتاع الوقايه المدنيه، يمكن لك تعين بين 40 دقيقه حتى 3 ساعات و15 دقيقه واحد السيارات نتاع الاسعاف باش توصل. يمكن توصل ما تكونش مجهزه، يمكن يديوك لواحد المستشفى اللي حتى هي ماشي مجهزه ذاك الحاله اللي عندك انت. خلال الخلل الثالث اللي جبرنا هو ملي تنوصلوا لهاد الاقسام تاع المستعجلات، المراه تنجبروا بان كاين اكتظاظ. انا فسرته تنجبروا بان الاطباء ما كافينش. خصنا نفهموا بان في هاد 20 سنه الاخيره بحرا كونا 29 اورجونتيست المختصين في هاد القضيه نتاع المستعجلات، حيت هي واحد الحقيقه واحد الاختصاص صعب وتطلب 5 سنوات مقارنه مع 4 سنوات اللي في واحد الاختصاصات اخرى. فلهذا حنا شفنا شنو كاين في بلدان اخرين، شفنا شنو المعايير نتاع الاو ام اس، وقدمنا عده توصيات. اولا تنقولوا خص لابد يكون تنظيم نتاع المسار نتاع المستعجلات واحد اللي تينسق منسق واحد هو لو سامي. نمره وحده تت عندك تعيط تعرف واش خصك المستعجلات ولا لا، تي ديك الساعات يمكن له يرسل لك واحد السياره أم لا على حساب شنو بغيتي الى اخره. ثانيا فاش تتوقع حادثه سير خص ايضا لو سامي هو اللي تيكون تينسق، ولو سامي هو اللي تيقرر واش يرسل واحد السياره نتاع الوقايه المدنيه حيت هي قريبه ومجهزه، ولا سياره اخرى نتاع القطاع الخاص، ولا نتاع لو سامي لو سمور عندهم واحد لو سيرفيس ديالهم هو اللي تيمشي قد تهز ذاك الحادثه وتيديها لواحد المستشفى تيكون التنسيق
قبلي مع المستشفيات اللي غايدير لهم هاد الحديثه هذه. نقطه اخرى اللي مهمه هي تنظيم ولا المستشفيات الاقسام تاع المعالجات ولا الاقسام تاع الاستعجالات، فاش نوصلوا المستشفى ولا المصحه واش كاين معايير اللي ملزمه فيما يخص البنايات. ما يمكنش يكون واحد القسم تاع الاستعجال هذاك في الدوزيام ايطاج مثلا، واش الاجهزه الاليه موجوده، واش البروتوكولات ملزمين معروفين شنو نعملوا فاش تكون هذه الحاله هذه ولا اخرى. رابعا في الفضاءات العموميه، هذه الفضاءات العموميه فيها لو مول ميغا مول ولا مولوكو مول ولا داك المراكز التجاريه، فيها لاغار، فيها لايغوبور، فيها الاداره، فيها هنا تيجيو الناس بزاف، خاص يكون داك الاجهزه الاليات للانقاذ الاولي. مثلا يوقع لك شي كريز الله يستر، تكون عندي ديفيبريلاتور، حنا مثلا عندنا لي ديفيبريلاتور، دونك خصهم يكونوا ويكونوا ايضا الناس اللي تكونوا. ويمكننا نمشيو ابعد، يمكننا نعملوا بواحد في واحد البروغرام انفورماتيك فين هاد الاليات موجوده. مثلا كاين واحد المدرسه هنا قدامنا تعرف بان اللي وقع شي مشكل كاين واحد ديفيبريلاتور في السي او اس او، ما عندنا حتى هما يديروا، دونك يمكننا يكون نتقاسموا هاد الاليات وهاد المعلومات. نحن بصدد تفاعل مع جميع الشركاء اللي اشتغلوا معنا في هذه الدراسة اللي هي تهم منظومة المستعجلات والخدمات الاستعجالية. هذه المنظومة مركبة وموضوع حساس كذلك اجتماعيا وسياسيا، لأن يهم يعني حياة الإنسان. إلا اعتبرنا بأن هذه المنظومة هي عبارة عن سلسلة قرارات وكذلك مسار مرضى أو جرحى رجال ونساء بطبيعة الحال، تنشوفوا بأن هذه السلسلة عندها أربعة ديال الحلقات اللي لقينا فيهم نقاط الضعف ويعني اختلالات كبيرة. أولا المواطن أو المواطنة بحد ذاتها، لأن هي الإنسان المصاب أو الشاهد عيان في حالة استعجالية له دور كبير للتبليغ أولا، وتنشوفوا بأن راه المواطنين ما مهيئينش نهائيا للإسعافات الأولية، اللي ما تعرفوش فين يمشيو، يعني واحد العدد ديال الأمور اللي كل واحد كل مغربي ومغربية عايشها بطريقة أخرى في أسرته أو في جواره. الحلقة الثانية هي بما يسمى بالفرنسية لا ريغولاسيون ميديكال، اللي هي التوجيه الطبي في حالة استعجالية، فين غادي نمشي، كيفاش غادي نمشي، هذه تساؤلات كبيرة. وكاين أقسام اللي تنسميوها لي سامو، اللي هي الدور ديالها هو التوجيه ديال المريض اللي هو موجود أمام حالة استعجالية معينة أو تظن بأن هي مستعجلة. هذه هي الحلقة الثانية. الحلقة الثالثة هي النقل الإنسان إلى قسم المستعجلات، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العمومي. وهاد الحلقة حتى هي تتعرف معيقات كبيرة واختلالات كبيرة. الحلقة الرابعة هما الأقسام المستعجلات بحد ذاتهم اللي تيعطيو خدمات طبية وشبه طبية. التحليل ديالنا عموما توصلنا إلى وصف واحد الحالة اللي في الحقيقة نقولوا مزرية، وحالة اللي هي يعني مقلقة. جاء التقرير في آخره بتوصيات من أجل تحسين التنظيم الترابي، من أجل تقوية الموارد البشرية، من أجل تحسين هذا التوجيه الطبي اللي تكلمنا عليه هما لي سامي سوسيو.